أرأيتم أحباب الكرام؟ قال الله عز وجل: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. قال الشيخ السعدي رحمه الله: الإنصات معلوم، وهو منع الكلام، يعني ما يتكلم مع أحد. أما الاستماع فهو تفريغ القلب والذهن ليحدث التدبر لكتاب الله تبارك وتعالى. وتجد كثيرا من الناس إما في المسجد أو في غيره مشغول بالجوال وبالقرآن، بالجوال وبالقرآن، ولا شك أن هذا لم ينتفع بهذه الآية. فمثل هذا يخرج من قراءته لكتاب الله تبارك وتعالى غير مستفيد. لذلك اجعلوا القرآن إذا قرأتموه، اتركوا ما دون ذلك يا كرام الفضل.